نص النهار معكم يوسف بحري وكامل الفريق. يلتحق بي صديقي العزيز محمد الهدي باخوش. اهلا وسهلا. منعك العاده كلمتني بالتليفون قبل شويه باش نطلعوا. كلمت قلت لك اجي طلع لي شويه لوديونس. مرحبا بك. برشا اوراق عندك برشا اخبار. امين ابو غنجه خويا اللي يخدم مع امين ابو غنجه. قداش يوصلنا على كاس العالم؟ 13 يوم كاملين. ملا جو جاينا جو كبير برشا وجايكم برمجه مزيانه برشا على اي اف ام بمناسبه كاس العالم. يلا اخبار رياضه توت سويت مع محمد الدبخ. القائمة ذي متاع المنتخب خويا اللي عاملت لنا مشاكل برشا مشاكل وبرشا كلام قاعد يتقال عليها. جارديان تهز وجارديان ما تهزش. هو في الحقيقة خيارات المدرب نقولوا خيارات الجلال القادري. دونك هبط القائمة الأولية. ما نزلنا ما نحكيوش على القائمة الأخيرة متاع 26 لاعب. البارح 8 اوكي طلعوا البارح 8 باش يخلط عليهم فرجيني سيسي يوسف المساكني وعلي معلول من غادي وباش نحكيو زاد على طه ياسين الخنيسي وبلال العيفه البارح توجوا مع الكويت الكويتي وباش يلعبوا ماتش نهار الجمعه ويلتحقوا بتربص المنتخب. دونك التربص نتاع المنتخب اللي باش يعمل في السعوديه مش نقولوا نحن ما مش بالملعبيه كاملين في انتظار انهم يمشيوا للدوحة ويلعبوا مباراة ودية ضد المنتخب الإيراني. منتخب قوي تسمى امتحان زاد به للمنتخب الوطني التونسي. الحديث أكثر على حارس الترجي الصدقي الدبشي والبارح في إجابة جلال القادري حاول عدم استدعاء صدقي الدبشي. قال في خصوص هذا قال حارس الترجي صدقي الدبشي أنه يحترم الترجي. نحكي على جلال القادري قال أنه يحترم الترجي جماهيره ورئيسه ويملك علاقة ممتازة مع المدرب نبيل معلول ونهار اللي يسمح الترجي بالحديث عن شؤونه الداخلية وقتها باش يجاوب على سبب استبعاد حارس صدقي الدبشي في القائمة. دونك لهنا الأسباب مش فنية الأسباب خلينا نقوله فلو طرف لكن وجه جلال القادري نوعا ما أصابع الاتهام لجلال للترجي الرياضي التونسي بالان جينيرال منعش يقصد نبيل معلول يقصد كيف نقوله مدرب الحراس منعش. من جهة أخرى في بيان رسمي طالب الترجي توضيح من المدرب جلال القادري بخصوص استبعاد الحارس صدقي الدبشي من قائمة المنتخب وطلب الترجي يمد الرأي العام بكل التفاصيل بعد استبعاد صدقي الدبشي وتصريحاته بالتلميح للأمور الداخلية في فريق. يعني جلال القادري البارح كي قال كان يسمح لي الأمر يعني الكويزينة انترنت تاع الترجي أتو نحكي لهنا خليت جماهير الترجي تعرف تقول تتسائل شنية السبب خليت الترجي الرياضي التونسي خليت كما نقولوا نحن جلال القادري رأس الترجي مع جماهيره. لكن الترجي هبط البيان هذا. من جهة أخرى في تدوينة أخرى نزلها ناخب الوطني جلال القادري. يعني هنا هو عاجبك هكا عبيد مش تعال تلعب دعا فيها الجميع باش يكونوا صف واحد وراء المنتخب. وقال في خصوص عدم استدعاء حارس الترجي صدقي الدبشي انه يبقى ابن المنتخب وقالوا ان مش باش يرجع لبعض التفاصيل المتعلقه بتحذيراته في بدايه الموسم مع فريق الترجي الرياضي التونسي. واول مباراه نذكروا الترجي الرياضي التونسي السيزون هذا ملعبش صدقي الدبشي لعب معز بن شفاي رغم انه صدقي الدبشي كان برشا مرات اساسي في المباراه وبرشا كلام قاعد يتقال على المباراه هذيك بالذات. اذا معناتها هو كي قال الامور الداخليه نتاع الترجي يحكي على المباراه هذيك بالذات. زاد علاش ما لعبش خاطر كان باش نقيسوا قداش من مباراه تلعب وقداش فما برشا ملاعبيه كي تجي يعني تقارن. فهمت هنا خيارات مدرب خليو نحن نهار من نهارات باش تكشف كل شيء باش تكشف على خيارات علاش اختار هذا وعلى اختار فلان وعلى اختار فلتان. دونك ان شاء الله المنتخب الوطني التونسي عركه زايده خويا باخوش كان تسمح لي اني نعلق شويه. ولات عركه زايده وحسابات وبلاتويت نتاع تلفزه وكل شيء ما نقدوهش في هالبلاد قسما بالله. ولا نعترفوا ولا كوري حامي على لاعبين فريق ولا شيء عيف الحقيقه كل شيء ما نقدو شيء لا سينما لا كوره لا حتى شيء. معناتها مناخب وطني اعطى ليست نتاع جواريت تمشي
كأس العالم، عنا توع 10 أيام ولا 20 يوم نحكيه على كاتريم جارديان اللي ماشي مش يتفرج، مش يتفرج مع ميمبا باش يكور مع الحقيقة. لكن نتذكروا زادة في كوب دي موند اللي فات 2018 تروازيم جارديان تخبط يخد هبط الواحد بعد إصابة معز حسن وفاروق بالمصطفى، مش نحكيه عليها جمعتين وبلاتوات تتحل في التلفزة وعرك في التلفز وعرك ما بين الجماهير وهذا يمشي وهذا ما يمشيش. مش نتيك حاجة، حتى فاروق بالمصطفى تخل في الخطرة، فاروق بالمصطفى هبط تدريب على انستغرام، أفضل 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 جارديان في التصفيات كأس العالم، نعرفوا المليح اللي تضربه تو من غير فريق بالمصطفى. الحقيقة ما فهمتش يعني عليه ما نقدو شيء بالصحيح. ديدي ديشام باش يعطي الليست نتاعو بعد غدوة والمنتخب الوطني تونس باش يعطي الليست نتاعو نهار 14 نوفمبر. البوليميك الوحيدة اللي صايرة صايرة على اوليفي جيرو باش يمشي يولي وفينالمون باش يمشي هكا هبطة ار ام سي سبور، انه عندها دو سورس اوفيسيال انه باش وكها وتفي الموضوع وعدي وكل شيء وباش تمشي ليكيب نتاعهم تلعب وكل. نحنا ما نقدو حتى شيء، الناس كل تحب تناقش في الجوارات، الناس كل ولات لي دي سيليكسيونور وكلها ولات اونترونوريت وتعرف اش تحكي وتعرف وانا هو الجوار اللي لازم يمشي. يا دي انتم ما تعرفوا اش فما في المنتخب، راهو الناخب الوطني راهو كيهز جوارات ما يهزش كان على الكاليتي تكنيك اكهوره، فما حاجه فما امبيونس تاع جروب، فما فما جوارات ركائز لازم تكون موجوده. انا الحقيقه هاني مانيش تواليست خويا، ورانو البلبولي في بلاصت لازم يمشي الحقيقة، معناتها راجل كي ممكن يعمل توازن في الجروب، ممكن فهم برشا حاجات، معناتها سي ان اسبري دو جروب. علاش قعدنا نحلوا برشا على 750 مليون كل جمعية؟ كل واحد عنده رأيه في الحكاية، كل واحد عنده رأيه كيما خليو العباد تخدم على رواح، يختلفوا في الآراء، خليو العباد تخدم على رواح، خليو العباد تمشي تلعب تخدم. نحن الظاهرة معناتها مانيش باش نهزوا الكوب دو موند، فهمت؟ نحن الطموح نتاعنا نتعداو الدوزيام تور، خليو العباد تخدم على رواحها، تفرهدوا بالكوره ابريتو سي ان جو، راهو لعبه الكوره ما صحيح فيها فلوس وكل شيء، مي لعبه العباد باش تفرح نشيخ وان شاء الله ليكيب ناسيونال او موا حتى كان ما ترشحناش تعمل مردود باهي، معناتها تحب ولا تكره دراب بلادك باش يتهز في كاس العالم، باش تلعب ضد الشامبيون دو موند راهو اون تيتر، معناتها هذه الكل قاعدين ننساوه كرويا ولاهين لي في كاتريام جارديان هو اللي باش يمشي. تي كان جيت تحب تعاون انت جمعيات، تحب نحكيو لوجيك نحكيو ماتيماتيك، معناتها تحب تعاون انت جمعيات مثلا ليسبيرونس قديه ماشي ثلاثه جوارات خويا، خذ لي انت كجواراتك اللي تعرفهم سير ما همش مش يلعب، عرفتهم هم على 26 فما انت ما تحب هكا وتكون لا ما لازمش نحسبوا هكا، لازم نحسبوا التكنيك ما لا لا نحن كورتنا ميزره وما عندناش فلوس ونحبوا نمنعوا جمعيات، تمنع جمعيات نجم الجماعه تتعاون جمعيات، هز من تطاوين، هز من 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 الجمعيات اللي تعدى بازمه ماديه خايبه، ما تظلم حد، لازم يكون الحاضر يمشي كوب دي موند مهما كان، حتى عمره 16 سنه لازم يمشي كوب دي موند، ها والحاضر يمشي الكوب دي موند صاير عليه 600 بوليميك الحقيقة راو ما فهمتش انا، وسامحونا راو الجماهير الرياضيه الكل، نحكيو زاده نحكيو على ملاعب اخر من منتخب تونسي زينا من البوليميك، خلينا احكي لي كوره خويا، احكي لي والله نحكيو على نحكيو على حنبال المجبري خويا. جماهير برمنغهام الانجليزي مغرومه ياسر بالدوليه التونسي حنبال المجبري، وين اطلقت اغنيه خاصه به ورفعت العلم التونسي خلال احتفاله بالفوز واحتفال فريقها بالفوز على ستوك سيتي، والمردود المتميز كما قلنا الحنبال المجبري تحصل على افضل تنقيط في اللقاء، وين تمكن من صناعه هدف وقام مراوغه ناجحه وفاز بخمسه ثنائيات، الشيء اللي جعل جماهير فريقه تتغنى به بعد ما اصبح الفريق على بعد 4 نقاط من اخر مركز مرشح للصعود. دونك حنا بعد المجبري نتصور عمل شوا باهي بعد ما كان بناك في مانشستر يونايتد يلقى روحه تيتولير في برمنغهام، وحاجه باش تعاون المنتخب نتصور في المونديال، خذي طون جو باهي برشا ومازال يتبع راهو مانشستر يونايتد، خنفسوا العباد اللي اي عام جاي يرجع مانشستر يونايتد مسلفين ومانشستر يونايتد سالفين البرمنغهام، برمنغهام تصور وما تنجمش تاخذوا برمنغهام خاطر زادته مانشستر يونايتد في العقد وباش يرجع مانشستر يونايتد. بون سي ان شوا سبورتيف صحيح الحقيقه عملوا حنبال المجبري، والحاجه المزيانه هو كل ضربوا تونس ما تهزوا فيه جماهير برمنغهام هذيك محلاها خويا،
بتتشريش بالفلوس. ريت يقول لك راو الكرة في ديراتور متاع حاجات راو معناتها ماهيش سي با كان سامبل جو. اما خليونا في الجو ما غير سورتو حنا بقى المجبولين عاودوا مازال طفل صغير مازال ينجم يلعب مع المنتخب الوطني التونسي. يعطي برشا المنتخب الوطني التونسي عنده كاليتي دي كاليتي يعني من الصغرى موجوده فيه. ان شاء الله يكونفيرمي مع المنتخب الوطني التونسي زاد في الكوب دي موند. الكوب دي موند كملوا اخر خبر الكوب دي موند اخر خبر هذا هي من ابو غنجة نقزت النقوص في الكاس. مازال عندي اخبار نحب نحكيهم خلينا نهزوا الاودينس باش نحكيو نكملوا على الكوب دي موند ونحكيو على ابو تريكا اللي علق على منتقدي تنظيم كاس العالم. رينا برشا في الاوروب دي بونترول على جمهور دورتموند بويكوتي الكوب دي موند بويكوت قطر فوالا دونك حاجه خلينا نقولوا بنحس فما برشا حقد وبرشا حسد. هذا اللي قالوا ابو تريكا نفس الاحساس بهذا اللي قالوا ابو تريكا اول مره انا ابو تريكا نفس الراي لا لا الحقيقه قطر عملت برشا باش تخرج كوب دي موند عمره لا حصل في تاريخ الكره من منذ 1930 وهذا اللي قال عليه جاني انفانتينو في مؤتمر منذ نهارين. قال لي المونديال قطر باش يكون افضل افضل مونديال. بوتريكا قال ماناش باش نغيروا الدين نتاعنا وعاداتنا في 28 يوم وقال على الجميع احترام قوانين دولة قطر وقال انه قطر باش تبهر العالم والحملات الغربيه اللي قاعده تجي في الاستاد الكل. قال اللي فما حصد وحقد على دولة قطر واللي باش تشرف تشرفها وتشرف كل العرب واللي باش تنور كل العرب وهذا بالتاكيد نصور قطر باش تنور العرب باش تنور الكرة القدم العربية وريه واللي التنظيم نجمو نعملوه في الدولة العربية. شكرا ليك خويا بخوش ميرسي بوكو. لوديونس لا لوديونس لا قد خليه توا يهبط معليش قلت لك مدلي الكاسك مدلي الكاسك. شكرا ليك ميرسي بوكو خويا بخوش تقابلوا ان شاء الله غدوة في اخبار جديدة اخبار الرياضة تلقاو على اي اف ام سبور باج اوفيسيال القسم الرياضة اي اف ام. يلا بيبليستي راجعين معاكم اريج الحمروني في مش مشكل جونا 10 12 اي اف ام على اي اف ام احلى راديو 11:17 دقيقة على اي اف ام احلى راديو. شكرا على الاستماع توت سويت مش مشكل مع اريج الحمروني. واحد وسبعين 194 نجمة تخليوا التشكية تمتعكم واريج كل مرة تحاول أنه تحل لكم مشاكلكم. واريج بونجور بونجور يوسف الأحمر حتى أنت اليوم حطينا في الأحمر مرحبا في الموف اليوم 7 نوفمبر لوني المفضل ومولودة في شهر 7 دونك ما يلوم علي حد لبسة في الموف لوني المفضل 7 نوفمبر عنا 11 سنة تعدينا العهد هذي بالضبط فوتني لا علاقة جس أنا قعد اللون لوني المفضل صغيرة على الأخر وانا في عهد مرحوم بن علي ثبت شوي مرحبا بكم يلا مش مشكل اليوم باش نمشيو للبنزرة. الحقيقه هذه مشكله بديت نخدم عليها نهار الجمعه واتصلت ديريكتومون برئيس بلديه بنزرة. نحن باش نتفرجوا بالنسبه للعباد تفرج فينا على اي اف ام تي في وباش نسمعوا زايده بشوفوا صور الحقيقه الصادمه. معنا بالتليفون مدام امال باش توضح لنا شنو الحكايه بالضبط خاطر بسبب اشغال بناء الجيران اللي هما قاعدين يرموا ليطيحوا في دارهم دار مدام امال وعائلتها باش تطيح على روسهم بسبب الجار متاحهم. ألو صباح الخير مدام أمال. صباح الخير أخت أنيج مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين. مرحبا مدام أمال. مدام أمال لو كان تحكي لنا شنو التفاصيل متاع القصة متاعكم مع جاركم بالضبط وداركم مهدى بسقوط. نحب نوضح حاجة من الأول تفضل. احنا معناها التدخل متاعنا هذا ما عنده حتى أغراض معناها ما عنده حتى أغراض تخليك أنه تصير رفع مظلمة احنا البناية نتاعنا نجم نذكر الشارع والدومبلاسمون نتاعها اي تفضل مدام. احنا الدار نتاعنا في نهج الحبيبة الزويدي في وسط مدينة بربر ومعناها جيراننا اللي في ظهر البناية نتاعنا اللي هو نهج اون باراليل نتاع البناية نتاعنا نهج صادق بن علي اي فما عملية أشغال معناها أشغال متاع هدم متاع بناية مكونة من طابق أرضي وزوج طوابق في السطح بداو بالعملية الهدم ساشون كو هما عندهم رخصة تهيئة وبناء أي قاموا
وعندهم أطعمة حسب ما فهمنا اللي هما في نوعية الرخصة هذية مثل ما Institute Close لهم الحق إنهم معناها فيها Institute Close دي ديموليشن. مدام أمير لو كنت تحكي لنا كيف بديت الأشغال في دار الجيرين شنو اللي صار بالضبط؟ ليه أول ما بدي والهدم تاع الطوابق الفوقانيين ما كانش فما ضرر. أنا كيف بديت البختي تاع البختي اللي كومون بين زوج بنيات دخلوا بالتراس ولا بيش في الحيط اللي نتاع سيباراسيون مما أدى إلى أضرار مادية ومعنوية. أنا قاعدة أنا وصاري وأمي أمي معناها مسنة عاملة زوج جلطات لطف عليه ثلاثة صغار عمرهم 3 سنين و7 سنين قاعدين نفطروا وما تفاجئنا كان بحيث هابط علينا هابط أكثر تاع دارنا يعني أنا لو كان وليدي جاو يلعبوا في الكور راهو تسبب في خسائر بشرية. ستر ربي. يبداو يعملوا في العملية الهدف هذه ما عملوا حتى مجيور دو سيكوريتي للجيران من المارة اللي موجود يعني اللي يتعديهم المنهج. مدام أميل حسب ما فهمت منك كيف كي اتصلت بسيد رئيس البلدية أنكم تقدمتوا بشكية هكا ولا ليه؟ اي احنا تقدمنا بشكايه. وشنو كانت الاجابه؟ بل ما تقدموا بشكايه كيف صارت الاكتيزون هذيك كيف صار عمليه الهزمه الكارثيه هذيك كلمنا الشرطه. اي الشرطه قالت لنا مش من مشغولاتنا. الشرطه قالت لنا اتصلوا بالترتيب. كلمنا الترتيب قال لنا ما نجموش ندخلوا على خاطر هما عندهم رخصه. ما ندخلوش وما نجيوش وما نعاينوش وما ندخلوش. عندهم رخصة وعندهم الحق باش يعملوا شنو اللي يحبوا. قالوا لنا الرخصة خذوها من البلدية دونك مشيوا للبلدية. مشينا للبلدية قالوا لنا اعملوا مطلب. عملنا مطلب في الغرض وباش يمضوا سيدة البلدية. قلت لها هي هذه مسألة معناها احنا مضرورين يعني ماديا ومعنويا. إنما تبيا قبل السيد رئيس البلدية وإفكتيفما السيد رئيس البلدية مشكول قلنا شغل الخدمة وسمعنا وكان متفهم هذايا معناها نهار الخميس قال كان اللي عندهم معناها رخصة نتاع هدم أتومون لا باش يبعث مسؤولين يعاينوا المكان كان ما عندهمش رخصة نتاع هدم باش معناها ياخذوا اجراءات نتاع توقيف الاشغال. بالضبط مدام أميل خنزيد على كلامك لهنا سمعنا من عندك إن شاء الله تقف الحكاية هنا كيف سيد رئيس البلدية. أنا كنت معاه في الهاتف نهار الجمعة اللي هو فهمني بيسك السيد عنده رخصة الحقيقة هنا البلدية ما تنجمش تدخل خاطر أمور قانونية باركونت يصير من بعد يعينوا إكسبير باش هو يعاين الأضرار بعد الدار معناتها ولا كيف ما بتعرف يوسف كي يبدأ فما أنا هذا كانت جملتي لسيد رئيس البلدية إكسبير يجي من بعد ما تيح روح على خاطر مدام أميل كي كنت معها في تليفون وقت هي تصور في الفيديو هذو ما كانوا في حالة ذعر الحقيقة وتسمع حس تطيح وأنه تحس الدار بشتيح عليك ولكن للأسف هذي هو القانون بيسك السيد عنده رخصة ما نجموش يتدخلوا كان بعد ما تصير لا قدر الله إن شاء الله ما تصيرش أضرار يعينوا الإكسبير ويشوفوا شنية الأضرار اللي صارت بالضبط ويدخل دونك لازم الأشغال توفى باش يجي الإكسبير ويعين الأضرار خاطر هما شكي وديجا قابلها شخصيا سيد رئيس البلدية مشكور استقبل مدام أميل ولكن هوني الحقيقة فما ديكا ما تنجمش تقول فيهم عنده رخصة لازمنا نستنيه وخط لا قدر الله تنجتيح اليوم الدار الحقيقة لازم إعادة نظر في الدوسي هذي ومعنتها الحقيقة ما نستنيوش أنه توفى الأشغال المرأة تحكي على صغارها قاعدين يلعبوا في الكور وهنشوفوا فيديوهات واضحة رو مش معنتها نحبوا نوقفوا الترافوم تاع الدار مش بدأوا واضحين ليه كل حد يخو حقه كل واحد يخو حقه أموى السلامة بالضبط نحن تكون فما مسيجة فما معنتها مينيموم دو سيكوريتي للعباد وللناس اللي تخدم زي مينيموم دو سيكوريتي ومدام أميل ما تكلمت كان موصل كما قالت هي حيت ساس يعني كي كان يقوم الجار بالأشغال نتاعو العادية ما تكلموش ما تقلقوش ولكن كي بدي يعني تحس مزعزعة ديجا الدار نتاعهم وهما
يقوموا الاخرين بالاشغال ويعاودوا. نقول لك راني كنت مع مدام امال في التليفون، سمعت نهار الجمعه الحس وتحس حاله الذعر اللي هما عايشين بها. ان شاء الله يكونوا نحن وصلنا صوت مدام امال وديريكتومون الحقيقه لقينا نحن التفاعل من سيد رئيس بلديه بنزرت. الحقيقه فما راد نجموا القوانين راهي ايفيت ساعات راهو باش نمسوهم ونفهموا شويه وندخلوا في العمق نتاعهم ونجموا نبدلوا برشا حاجات. معناتها الحقيقه انه اعاده نظر الحقيقه للحكايه هذه او موا كما قالت مدام امال شرط السلامه للزالونتور لي فوازان اللي بحذا. شكرا لك كريش، ميرسي بوكو، نتقابلوا غدوه ان شاء الله. مش مشكل، عاود نذكر ريبوندور نتاعنا 71 194 194، نجمه تخليه في الريبوندور التشكيك نتاعكم وريش تحاول كل مره انها تحل لكم المشكل. شكرا ريش، ميرسي بوكو. اليوم في جونا ديس دوس نحكيوا على فيلم حدث، فيلم مرشح لجائزه الاوسكار، تعرض في مهرجان كان للسينما الدولي، متحصل على الجائزه الاولى في مهرجان ناميور في بلجيكا وفي فينيسيا. برشا تتويجات اخرى نهار السبت خذ جائزه التانيث الفضي ضمن ايام قرطاج السينمائيه. فرحان برشا انها تكون حاضره معنا اليوم المخرجه للفيلم اريج صحيري. اهلا وسهلا بك مدام اريج. مرحبا، تقرب لي شويه للميكرو. مرحبا بك. ألف مبروك ديجا تتويج ضمن أيام قرطاج السينمائية. كيفاش عشتوا التتويج تانيت الفضي في أول لون متراج لي؟ أول لون متراج روائي. روائي بيان سو دوكيمونتي بيان سو بيان سو. أنا فرحت للممثلين الأكثرية اللي هم على خاطر أول تجربة بالنسبة لهم، ممثلوش قبل في فيلم، دوك يلقاو روحهم في كارتاج في جي سي سي ومن بعد في بالتانيت ومشيو معايا سور سين دايوغ، جبتهم معايا وفرحنا برشا وهكا هزينا التانيت مع بعضنا. هذا الفيلم كله عملناه الحقيقة مع بعضنا. وفيلم يحكى انه مزيان برشا ومعناتها الصحافه العالميه الكل حكيت عليه، تيليراما كتبت قالت في سينما تونيزيان سو ليبير من سوليفيغ على الفيلم نتاعك، يقولوا ان فيلم سانسير. الصحافه الاجنبيه الكل كتبت على الفيلم نتاعك وبرافو ريج على الفيلم المزيان هذا. انا مازلت ما مشيتش تفرج فيه، مش نمشي نتفرج انا لازم نمشي نتفرج فيه. كان متوقع الناس كل في ايام قرطاج السينمائيه تحكي انه الفيلم هذا سيتوج، اما بين التانيت سيتوج، اما التانيت الذهبي التانيت الفضي التانيت البرونز. حبيت التانيت الذهبي سيرمون. Oui, je, bien sûr, habite خاطر je crois le film يستاهل، l'équipe تستاهل. حابين مثلا ليماج فريدة مرزوق عملت اون ايماج اكستراوردينير و اون بلوس عملنا اون بروبوزيسيون دو سينما، ماهيش جوست حكايه فيلم، عملنا فيلم معناها كم سافا. فما زاد عباد يقولوا فماش سيناريو في الفيلم هذايا، اون فيت فما اكثر من سيناريو في الفيلم هذايا، فما كتابه اللي خرجنا من الكتابه الكلاسيكيه باش العباد كي يدخل في الفيلم يدخلوا في عالم معاهم هذوما اللي يجمعوا في الكرموس مع الشباب ومع الناس الكبار، ويدخلوا في عالم خاص وما تخرج منه وقتها وما تقلقش بالكل وتحس بيهم. ان فيت سي ان فيلم ديموسيون اكثر من فيلم كلاسيكي. وذاك علاش يكتبوا عليه ان فيلم سانسير، تشاطر راي الصحافه اللي تقول فيلم سانسير. بون هما يقولوا بيان سور انا باش نقول لك سانسير باسكو انا عملته، مي سانسير اي سانسير دون لو جو دي اكتور دون ليكريتور. شوف ما حبيتش نفرضوا على على الجمهور ليموسيون لازم هو يحس بها. احنا انا كتبنا كوم سي الكتابه قاعده تتكتب وانت تفرش فيها. هذا ريت الامبيونس اللي انا حابينها، كوم سي ريان ايت اكري ا لافونس، مش مكتوب بالافونس. دونك اكسبيريونس هكا جديده جو كرو. اي وفيلم مشكور برشا وتحكي عليه برشا في الجي سي سي، توجت براتيكمون في برشا مهرجانات اخرى ومهرجانات كبيره، نحكيو على بلجيكا فينيس، تعرض في كان، قدم بروجيكسيون في كان، كات بروجيكسيون في كان. اما التتويج في الجي سي سي في تونس في بلادك وين الفيلم تصور، تصور اكثر تتويج مهم احساس اخر راهو كي رجعنا لتونس وشاركنا في جي سي سي. بالحق معناها كنت ياسر فرحانين، مش جزء انا من الممثلين ليكيب تكنيك نتاعنا اللي هي كلهم توانسه، دونك والاحساس اخر. دايوغ البروجيكسيون الاولانيه اللي عملناها في الاوبرا في جي سي سي جاو ما نعرفش 1300 ولا 1400 ولا قدي،
c'était incroyable l'احساس. شوف حتى كي تعملوا دي بروجيكسيون لبرا في الخارج ما تلقاش اون بروجيكسيون وحدها ب 1500 شخص. اي عندنا ذوق اخر للسينما في تونس. انت اللي تدور المهرجانات وتشوف والبوبليك اخر ماهوش نفس البوبليك اللي لبرا. برشا حتى مخرجين خارج تونس يحكيوها الحكايه هذه. البوبليك نتاعنا ياسر ياسر محلاه. ابخي شنو انا نقول من بعد يخرج الفيلم في القاعات السينمائيه تتغير الوضع. ديجا خاطر البوفوار داشا نتاعنا هبط برشا والعباد بالحق مع كل 10000 هذوما عندهم قيمه اليوم. مي اون ميم طول 10000 هذوما قاعدين نحطوا فيهم في حكايه فارغه. وي دونك حتى السينما عنده قيمه زيد بور موا عنده قيمه برشا. والامبيونس هذيا تمشي نمشيو مع بعضنا نتفرجوا في الفيلم والفيلم هذيا اون بلوس ان فيلم دو بارتاج ان فيلم بالحق ليكيب احنا شنو عشنا مع لي اكتور تعديت في الفيلم نورمالمون تتعدى زاد للجمهور ليموسيون هذيك تعدى. دونك جو بونس كو 10000 هذوما سا فريمون سا فو لا بين باش نمشيو نتفرجوا فيه. اول فيلم روائي ليك خلينا نحكيو اكثر شويه على الفيلم. كيف بدا المشروع اريش؟ بدا بحاجتي اول مره. ديجا اول حاجه انا اصلي من ولايه سلينا في كسرى. دونك بابا كان ياسر يحكي لي على التين والكرموس وكيفاش والميتافورم نتاع الكرموس عجبتني نتاع كيفاش الشجره هكا قويه محلاها مزيانه وممتو تحت الشجره هكا تحس روحك مخنوق اون ميم طون لو فروي الكرموس بيدو اني با ماتور اون ميم طون فما الاخضر وفما الطايب كيما الشخصيات نتاع الفيلم. فما اللي في حكايه الحب هكا عندها ماتوريتي وفما اللي مازالت فما الرسوم تاعها وفات وفما اللي باش تبدا. دونك فما هكا ميتافور هكا حبيت نخدم عليها مع الكرموس. اي اون ميم طون بيان سور كي شفت النساء هذوما شفت كي هم اخت خويتي كيما عموماتي كان انا ما بابا ما هجرش لفرنسا خاطر ما كبرش في تونس. يمكن تسمعوا اللهجه نتاعي كبرت في فرنسا ورجعت وبعد في تونس. دونك كنت نجم نكون كيما البنات هذوما معناها. دونك غزرت لهم بهكا بنظره بارتيكوليير. اي اون بلوس امبوسيبل كي تخمم على ناس الريف وسورتو نساء ما تجمش ما تخممش على نساء اللي يطمعوا في الكمين باش يمشوا يخدموا ويصيروا حوادث. قعدت في مخي الحكايه برشا وما حبيتش نعملها حتى اللي نلقى كيفاش باش نكتبها الحكايه هذه. دونك ما حبيتش نركز عليها مي اون ميم طون حبيت نخرج من الاستيروتيب هاو جماعة الريف هاو مسكن وهاو يبكيو وهاو موع. لا والله عندنا برشا مشاكل في الريف وخاصة هذه مشاكل زادة متاع نساء اللي يطلعوا في الكمين ويصيروا حوادث. مي امشي وشوفوا وعديوا وقت معاهم وتتشوف الضحك وتتشوف بالحق البويزي اللي فيها. دوك حتى العباد اللي يقولوا لي الفيلم متاعك ما يحكيش على الواقع الواقع أصعب من هكا. هي صعيبة الواقع حتى في الفيلم مي احنا تلمو استنسنا بالدراما حتى كان دراما تكون هكا انترو لي لين نحسوا بها عادية اون فيت. وحتى في الـ معناتها في لي مومون وين فما خنقه وين البلاد تعدى بوضعيه خايبه وانت تحكي على وضعيه الفلاحه والنساء هذوما اللي يطلعوا وكل شيء فما كيلكو بار في وسط الحكايه هذوما فما اللي حبيت انت تخرجوا انه فما ايموسيون فما حاجه باهيه فما زينه فما زينه ولا فما انسانيه قوي. باش نقول لك دايور الميزيريا في تونس العاصمه اكبر من الميزيريا في الريف. انا شفت علاش خاطر في الريف ديما تلقى العائله وتلقى وتلقى وين باش تاكل وما تجوعش. اما الميزيريا وقت اللي تبدا في العاصمه تبدا فيها العنف اكثر. دوك انا هذا اللي خليك تعمل الفيلم على الموضوع هذايا هو لو فيكو نتاعك انك شفت على عينيك ومشيت قد يقعد بريباراسيون الفيلم كيما هكا قد نقعدوا نلوجوا ريبيري ونشوفوا البلايص اللي لازم نصوروا فيهم شنو نصوروا شنو ما نصوروش. لا فما برشا ما نصوروش سورتو انا في الفيلم هذايا خاطر انا صورت في بلاصه واحده اللي هي في الثانيه فيلم كامل في الثانيه. دونك هذا كان زاد ريسكي الحكايه خاطر شكون معناها باش يقول لك باش تعمل فيلم كله تحت الشجره. دونك الكاستينغ عملنا كاستينغ نتاع الشجر زاد فهمت الكاستينغ الانساني والكاستينغ نتاع الثانيه. ما قعدتش برشا على خاطر بلاد نعرفها والعباد نعرفهم. دونك قعدت برشا نخمم اما من بعد في البريباراسيون عملنا ثلاثة شهور ومن بعد عملنا قبل الكاستينغ ريبيتيسيون مع لي زاكتور ومن بعد صورنا شهر ونص شهرين. فوالا كاستينغ لانه خلينا نحكيو عليه
الكلها عمرها لا مثلت. أي. الكل اللي في الفيلم، الناس كل اللي مثلت في الفيلم عمرهم لا مثلوا جملة. سيناريسك الأول فيلم روائي لي. أي. هو أي. الفيلم كله ريسك. أي. هو فيلم كله ريسك. أما لأنه معناتها فما حتى أكتور تمثل قبل في في فيلم. سي ان ريسك كوميم للمخرج. بور موا سيتي با ان ريسك خاطر كيفاش باش نخرج انا من الاستيروتيب من الفكره اللي احنا عندنا من الريف، وانا نخو عباد مثلا من العاصمه هما باش يمثلوا ولا هما باش ياخذوا اللهجه نتاعهم. لا بالعكس، انا نخو عباد من غادي ونقول شوف باهي فما موجودة الميزيريا وموجود المشاكل وما عملوش مسرح قبل وما مثلوش قبل، مي شوف التالون اللي عندهم. هذيك علاش انت اخترت انك تمثل مع معناتها لي زاكتور نتاعك عمرهم لا مثلوا. فما بار نتاع راهو المخرج ديما عنده النظره الاولى والنظره الثانيه، البار بالكشي نتاع السانسيريتي اللي نجم يديجاجيها عبد عمره لا مثل. عندهم سانسيريتي، عندهم مغزره، عندهم الضحكه، عندهم زاد شوف لي ديالوج هما كتبوهم لي ديالوج، مش الكل مي une grande partie كتبوهم هما. فما لقطه ياسر تحفونا في الفيلم وقت اللي يمكن نولي عندنا سبونسور جديد نقولك عليه. فما في الفيلم سناء عندها صاحبها ما يجبوش يتقابلوا بعد الخدمه، خاطر شاجو يقراو وهي قدام الليسي عند العائله، يا اخي قالت له وين باش نتقابلوا، قالها وين تحب، قالها في القهوه قدام القهوه، قالت له كيفاش قدام القهوه ما يجيش، نقابلوا في عزيزه نتركنوا بحث السلعه يسيلش على خاطر الفيلم قول هالبارك ولا يمكن عزيزه يعاونونا نعمل سبونسورينغ. مي ريت الديالوج هذايا انا ما نجمش نكتبه، ما تجيش البالي ان فيت اون ميم تو سي دون سانسيريتي، خاطر في الحقيقه معناها كيفاش هي لعبت بالديالوج في التورناج ياسر محلاها. الفيلم انت تعتبره فيلم انساني واقعي كما قلت، الصحافه العالميه الكل حكيت على الفيلم هذايا منه المقال نتاع تيليراما، لانه معناتها التيتر نتاعهم مزيان برشا يقول لك لو سينما تونيزيان سو ليبير، معناتها حريه السينما التونسيه. علاش البرا خارج تونس خذا الصدي هذا الفيلم حتى في تونس؟ لا حتى في تونس خذا ديجا في اي مقرطاج سينمائي، الناس الكل تحكي على الفيلم نتاعك، اما شنو اللي يخلي معناتها المتفرج الغربي خلينا نقولوا نحن يشد مع الفيلم نتاعك الور كو سي قصه معناتها 100% تونيزيان 100% اون بلوس وخاصه ديجا جو بونس خاطر اون كاسي لي كود، كسرنا لي كود دوكيومونتير روائي، اسكو دوكيومونتير اسكو روائي، وين القصه وين البطل اسكو، هذا كسرنا كل شيء دونك ديجا في الحاجه هذه. وان بلوس انساني خاطر يحكي على الحب، يحكي على 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 حكايه الفلوس، يحكي على المجتمع، يحكي على الشيف في العالم كامل، عندك كل الناس الكل عندها مشكله مع الشيف هذايا الشيف دونك لقاوه يونيفرسال الفيلم. دونك جو بونس هذايا اللي عجب البرا، عجب البرا. ما نجموش زاد ما نحكيوش على نوميني وزوسكار الفيلم، باش يترشح يترشح في القائمه الاوليه اللي ان شاء الله بقدره ربي باش يكون موجود. صور حلم اي مخرج انه يكون موجود في الزوسكار. شوف خاطر ريت الحلم نتاع الاوسكار ماهوش كان على الفيلم، على البلاد كامله، البلاد كامله وراك، معناتها انا تو مش نقدم تحت الشجره كهو، باش نقدم تونس دونك فما مسؤولية فيها وفيها زادة حاجة هكا تاريخية معناها. وي ويمشي إن شاء الله الفيلم، وعلاش ليه يتوج وترجع بحذايا لهنا بالأوسكار إن شاء الله. مبروك مرة أخرى تانيت الفضي في أيام قرطاج السينمائية، فيلم تحت الشجرة اللي تلقاها في السينما موجود باختو توا، وباش يزيد الجمعة الجاية لازمك تتبعوا على هكا ديستريبيسيون ولا على الباج نتاع تحت الشجرة على الفيسبوك والانستغرام، وتشوفوا لي زوغيغ توا في كان في سويقس البارح، كنا في مكر زاده جربه، اي بيان سور في تونس وبنزرت. ونشجعوا الناس ما تستخسروش شكل 10000 هذيك باش تدخلوا للسينما، وحتى السينما مهم ومعناتها حاجه مهمه للذات وللعقول باش العباد تتفرج في السينما وفي الفيلم المزيان نتاع كاريج. برافو مره اخرى تانيت الفضي في ايام قرطاج السينمائيه، وبون شانس للاوسكار ان شاء الله تكون في القائمه ونروحوا بالاوسكار ان شاء الله. شكرا لك، ميرسي بوكو اريج السحيري مخرجة فيلم تحت الشجرة، تفرجوا فيه في السينما موجود بارتوت، نجموا تتبعوا على اكا ديستريبيوشن تلقاو الليامات والسينما اللي موجود فيه. يلا ترتيحة صغيرة راجعين معكم جونا ديزدوس حتى نص النهار. جونا ديزدوس مع يوسف البحري. جونا ديزدوس يا فامنا سيدو على اي فام
احلى راديو 11:42 دقيقه على FM احلى راديو. شكرا على الاستماع. جاونا ديز دوز حتى النص النهار. تلتحق بيا ايوتا. اهلا وسهلا. بونجور يوسف. بونجور. كسرت لي كود راك اليوم. اليوم كلهم في الاحمر. قالوا لي كل قالوا لي في الاحمر كل حتى زينوبة. اهلا وسهلا زينوبة. زينوبة بتاع الكتب انا في الغوز. زينوبة بتاع الكتب كسرتوا لي كود. جيو كلهم في الاحمر. كان انتم في الغوز. في الغوز احنا في الغوز خويا. مرحبا بكم. نحن نورمال مو في الفيولي اليوم 7 نورمال. اي سيد الفصيدي. يلا نمشيو توتسيت خبر النجوم. فما اخبار. فما اخبار. فما اخبار جماهيري باش اخبار ويكاند. قبل الاخبار. لا اخونا خمسي شنحوي. اه وكسب. لا لا بيسي. تعرف عليش سلتك عليه. ايش عنا اليوم في الدوامة؟ عنا الممثل القديرة منى واصف. منى واصف تسمعها مع صديقنا محمد الخميس يبارتير من وقتيش؟ الاربعة للخمسة. للخمسة في الدوامة. دوامة. سلم لي على الخميس. يوصل. مش نبدو نحكيه في نفس السيق. نحن جبدنا منى واصف مش نحكيه على الجي سي سي ايام قرطاج السينمائية. دونك جي سي سي. جي سي سي. مش جي سي سي. جي سي سي. ريتا كيفاش نزلت عليها. مش ما تغلطش. هذي تعليمي. حتى انا قلت لها رد بالك. قلت لها غنجة. قلت لها رد بالك تخلص. صحيح. مش سهلة برشة. ايام قرطاج السينما. اي. جورني دونك جي سي سي. ولا تترجم لي يا بنتي اعطيني اخبار. باش نحكي على سونيا الشيمخي مديرة ايام قرطاج السينمائيه اللي تستقيل من اداره ايام قرطاج السينمائيه وتعود للسينما. دونك اعلنت مديرة الدوره 33 سونيا الشيمخي انها لن تتواصل ادارتها لايام وستعود للابداع والكتابه والاخراج. وعبرت زيدا في تصريح لاذاعه موزايك عن سعادتها بخوض هذه التجربه واعتبرتها دوره ناجحه من خلال تضافر جهود مختلف الاطراف اللي ساهموا في مزيد إشعاع الأيام. قالت لن أبتعد على السينما ولا على أيام قرطاج السينمائية. فقد تجربة الإدارة أرهقتني وسأسلم المشعل إلى غيري وأتمنى أن أكون قد ساهمت في إسعاد الناس وأوصلت رسالة أن السينما ليست فقط ترفيه بل هي رسالة للعالم. تكسحها مدام. دونك استقالت بعد الجمعة اللي تعديت وبعد برشا ماهي الجمعة كهو جمعة نحن اللي شفناها أشهرت عديت. خلينا جيستنا نحبنا باش نسأل. أنتم حضرتوا على الجي سي سي. زينوبة حضرت على الجي سي سي وستورياتها الكل في الجي سي سي. تبارك الله. تفرجتوا في الأفلام وكل شيء. باش نسألكم سؤال الزويز. أنتم خاطر أنتم حضرتوا. أنا الحقيقة ما حضرتش ما نجمش إن معناتها نعطي رأي. هل تعديت دورة كيما الدورات الاخرين؟ الحقيقه لا. لا لا. وانا حضرت دورات برشا ملينا صغيره نقرا في الليسي وانا نحضر مغرومه انا في السينما وفي الايام قرطاج السينما. اي وكنت نتمنى اني نولي صحفي ونعمل دي انترفيو في ايام قرطاج السينما. اي معاك منى واصف عاد اكثر شيء من هك شتبك. واكثر واكثر شيء استخدمت فيه هي 2019 سيسيون نجيب عيد. الحقيقه كانت سيسيون محترمه ومحليها وبرشا عبيد لموا عليها. اي باش نقول لك برشا عبيد لموا عليها وقتها اللي هي ما كانتش كيما الدورات اللي موجوده في مسرح البلدي. دونك السنه هل حسيتوا فما روح الجي سي سي كالعاده؟ ما فماش روح لا في شارع حبيب بورقيبه لا في محمد الخامس لا في سال سينما لا في لوفيرتور لا في الكلوتور. واضح فما حاجه بركة. شنو جوست الافلام احليهم بخلاف الافلام. فما المهم موجود. هو المهم موجود. اما موجود. بخلاف الافلام معناها تحس فما هكا فاد تحسها ما فهميش الجو نتاع الجي سي سي ابيتوال. فهمت بخلاف الكارثه نتاع الكلوتور. بخلاف الكارثه نتاع الاو سي سي. الحقيقه برشا ستريس زيد يوسف. برشا ستريس صار في الخدمه في الجي سي سي نتاع معناها بيرو دو بريس نتاع ممثلين روتار نتاع تابي روج نتاع الافلام. فما غلطه زيد في الجوائز سمعت بها ولا لا؟ فما غلطات. لا فما غلطه. اجا نقول لك حدث خطا في حفل اختتام ايام قرطاج السينمائية حيث تم الإعلان على أن فيلم شرف المصري حاز بجائزة أحسن سيناريو في حين أن لجنة التحكيم أسندتها لفيلم طريق السوري. هذه غلطة عمرها ما صارت في حتى جهة في حتى دورة. فما عم بروبليم دو سانكرونيزاسيون انورم. معناتها وانت تتفرج في الحفلة اللي هي نورمالمون معقولة في برشا قنوات واللي يتفرجوا فينا لبرا بالحق معناها سي كاتاستروفيك. راهو معناها جايزة. الاستقالة واضحة مادام. علاش علاش انا نحب نفهم حاجة. هي راهي فنانة ويعطيها الصحة على الخدمة اللي خدمتها وكل شيء. اما كي نستقيل علاش نقول والله الدورة ناجحة غصبا عنكم؟ راهي موري استقيل لأنه الدورة ما نجحتش
نجحتشي والله العباد تقدرك ونقولوا لك شابو با يا مدام ويعطيك الصحه. هي قدروها على استقالتها. هي برافو على الاستقاله. بارك الله فيك على خاطر فما عبيد على خاطر فما عبيد ما تنجحش يوسف وتكبش في الكرسي. فوالا فوالا. فهمت؟ اما علاش تقول راني انا اما تعرفوا بالاخطاء يا اخي. صارت اخطاء. انا راني المسؤوله الاولى استقيل لانه ما نجحتش في الدوره هذه وخلي بلاصتي لغيري ويعطيها الصحه وبرافو معناتها. وفي نفس السياق يوسف خليني نحكيه على الخبر الثاني طول نحكيه عليه اللي هي حضور وجوه في الكلوتور وحتى في الاوفرتور برشا عبيد انتقدتها. دو مدير المهرجان لا 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 مش نحكي على مدير هوني نحكي على الدوره كامله اللي بالحق كنا مستنسين به. اوكي يحضروا وجوه وفما وجه ولا زوز ميسالش يا خويا باش يعمل شويه هكا فزيت في الريد كاربت والكل نحكيوا على حتى على شيء انترناسيونال موجودين. اما حضور هيفا بنت الازهر المكي لهذا بالحق تعرف شنو هي خرجني من عقلي انا والعبيد الكل اللي في البلاتويت نطقوا اي هيفا بنت الازهر المكي شدت رجلها يخون فيها لا في تحيه لصديقي برحومه كريم برحومه المخرج قال مراه شدت رجلها في بالكبشه في ريستورون في التابيروج ولاد السينما هنا قاعدين نتفرج اي ليلي بالحق سي فغي سي كاتاستروفيك معني اذا انت تهبط فيديو ويعمل البوز في الريزو سوسيو تحضر اوكي في ميديا ولا اثنين موجوده في التابيروج في جي سي سي اللي هو سينما ودوره كبيره ومهرجان انترناسيونال شنو تعمل وشكون اللي عطاها لافيتاسيون بربي انا بيدي معناتها بارلون دو لا ميم دو ميم بروبليم نحب نفهم انا معناتها مهرجان كيما مهرجان سينما مهرجان معناتها مهم نورمالمون معناتها حتى كي يجيوا يجيوا دي فيغور بوبليك ينجموا يكونوا حتى يجيوا ممثلين اني ما عندهمش اعمال بالضروره اما معروفين وديما يشاركوا فما ناس بالحق شنو معناتها علاش موجودين فاش يعملوا سامحني واصلا شكون قاعد الكونترول اللي يدخلوا بالحق معناتها انت تسال اسئله معناتها بالحق فما عبيت كيس كي سون تران دو فير معناتها في جي سي سي عندي سؤال ما اكبر من هكا انا الانفيتاسيون كيفاش دخلت لهم انا كي نقول سا ديبون با دو مدير المهرجان مدير المهرجان مش يراقب شكون يعطي ما عندوش رقابه على لي انفيتاسيون فما ديبارتمون كامل يعطي في لي انفيتاسيون ودي فما عباد تدخل من غير انفيتاسيون يا رانا خلطنا الغادي ما عادش ولدي انا جورناليست وانت يا يوسف كنت تمشي غادي قدام الباب انا مشيت مره بركه فما سبب علاش لانه خاطر وقتها فما اللي عند اطفال عندهم تريزومي 21 عملنا لهم وقتها مع اي فوالا مع شركه كبيره وقتها عديناهم على التابيروج معانا باهي يوسف انت اليوم يوسف بحري تدخل غاديك قدام البي بالحاكم يقول لك ويني لانفيتاسيون تاعك ولا ويني الكارت وين الكارت دو بريس فما بادج اول اكسيس بادج اول اكسيس هذيك تدخل بيه لي تابي روج تدخل بيه لوفيرتور تدخل بيه لي سال سينما وفما حاجه برك تدخل بيه تابي روج حتى لوفيرتور معني حتى الفيلم تنجمش تدخل تتفرج فيه هذوما يتحديو تابي روج يدخلوا يتفرجوا في الافلام يتصوروا ويدوروا وكأن شيء لم يكن عندك مشكلة أخرى مشكلة الممثلين اللي ما يمشيوش يتفرجوا في الافلام راوسي ساس في با لو انت ممثل ما تجيش ممثلين هذوك ما تجيش انت تحضر كان ممثلين للفيلم تاع الفيلم معناتها ممثلين الفيلم داكوردو اما راك كممثل لازم تتفرج في الافلام سامحني ما مش تعدى في تابيروج وتراو انا نحيي ممثله تفرجت شفتها برشا مرات خاطر نمشي الافلام هي سونس بالحسن ممثله محليه على شوفها ديما في الافلام ديما تتفرج سي تري امبورطون فما اسامي تاع السينما ونادي ابو سته وبرشا بيت ريت مدام سمير حايم هنا زادت تتفرج الممثلة هذيك تتفرج في الافلام يا يوسف ماهيش موجوده في لوفيرتور لا تابي روج للفيلم لا الكلوتور هذي راهو جي سي سي راهو افلام بالاساس افلام بالطبيعه راهو لا افتتاح راهو لا اختتام سافي بارتي داكور فما الجوائز هذيك اوبليجي معناتها كي نسمع مثلا اريش سحيري كانت الانفيتي نتاعنا تقول لك تتويج وفي بلادي وكل شيء معناتها محلاها للمخرجين للممثلين اعطيو السينما لاولاد السينما ونتعديو موضوع الجي سي سي نتعديو اللي بعده نتعديو اللي بعده باش نحكيو على نوال غشيم اللي اثارت برشا جدل في مواقع التواصل الاجتماعي بالصور اللي هبطتهم وهي تعمل في عمره غاديك في السعوديه دونك نشرت صور هي من امام الكعبه اثناء ادائها لمناسك العمره وردا على الانتقادات دخلت نهار السبت على موجات اذاعه الديوان وقالت اللي ربي ما يحرم حتى حد من العمره في تونس تعودنا انه الانسان مهما يعمل ما يعجبش العجب ولا سيم في الرجب ديما فما ناس مرضر بيش فيهم حاطين رويحهم في مرتبة انهم يفهموا كل شيء وحاجة اخرى يوسف هي تصور اللي هبطتهم تظهر اللي هي عاملة فيغني معناها في جهة وكل دونك العبيد الكل متها كيفاش
كيفاش ماشيه تعمل في مانيسك الحج بالفيرني. قالت راني سالت الشيخ والشيخ ما قاليش اللي هي حاجه. مدام نويل محليك واعمل اللي تحب وربي يتقبل ان شاء الله. ان شاء الله عمره مباركه. الحقيقه فهمت يعني العبيد دخل في كل شيء. تعدي لي الخبر اللي بعد احمد الاندلسي باش نحكيوا على احمد الاندلسي شيء شيء ولا ولا يا زينوبه بعد نحكيوا على الكتب اي مالوغوزمون هذيك تونس راه ولا على غالب. باش نحكيوا على احمد الاندلسي اللي هبط ستوري على الانستغرام قال النوردو اصبح فنان عالمي يلتحق بالكثير كيما بالكبير البلطي كيما بلطي. دونك نوردو ولد بلادكم يا توينسا تعلموا افرحوا ودزوا مع ولد بلادكم وقتنا من الفزيت والتقزيم. احنا نكبروا رويحنا ونطيروا برويحنا. ما تستنيوش من براني. التونسي للتونسي لازم الدعم والحب. التونسي للتونسي خو حبوا بعضكم. هذايا جيت ستوري بعد الانتقادات اللي عاشها نوردو في الغنية كأس العالم اللي عملها في قطر. الغنية هذيك اللي شاف بها برشا انتقادات دونك برشا ممثلين برشا فنانين برشا اعلاميين ساندوا النوردو. ولكن الكومنتاريات الخايبة ما زالت تتواصل على مواقع التواصل الاجتماعي للأسف. 100% تونسية المونتاليتي 1000% تونسية. ما نعرفش كان تشاطروني الرأي زينوبا وإيا أنه إنسان نحن في ناك يبدأ ناجح في تونس نعمل كل شيء باش نطيحوه. والإنسان الفاشل نعملوا كل شيء باش يكمل في فشل كما هيفا بنت لازهر ماك باش نعملوا كل شيء باش يفشل. الحقيقه نوردو راهو كما قال احمد راهو ولا في ستاندينغ معين. خلينا هاكم هبط اغنيه قلت البارح عامله 1.5 مليون راهو الفنان ما ينجحش في اغنيته الكل باش نبداو واضحين. نجم سي فما توب فما فلوب فما كل مره تصير. اما الموجه اللي تعدى بها على مواقع التواصل الاجتماعي خايبه. وتحيه للنوردو. بعد شويه بالليل عادينا شويه نوردو اختنا نونو غنيته جديده كيف شويه نوردو. يلا شكرا ليك ايوتا. ميرسي بوكو. ببليسيتي نمشيو مع زين وبحكايه كتاب. لحداش و 54 دقيقة حكاية كتاب توتسويت مع زينوب. عسلامة. جونا تيز دوز. عسلامة يوسف. نونو نسيتنا في تشينكر. دونك بيه احنا حبيت الحقيقة حبيت ساعة قبل كل شيء نقول انه جي سي سي رغم بس الكل امره فما دو تري تري بون فيلم الحقيقه. معناتها انا تفرجت في برشا افلام مطات عيني برشا افلام مزيانين. وريت قداش السينما يقرب للليتراتور برشا بيان سور على الاخر. انا ديجا اليوم مش نحكي على كتاب تعمل فيلم. معناتها وراو كي نحكيو على فيلم ولا على الكتب راهو كله ساسباس سور ان سيناريو. معناتها معناتها برشا كتب نحكي عليهم فما منهم افلام كيما كتاب اليوم اللي هو ليتر دون انكونو تاع ستيفان زفيغ رساله من مجهوله. الحقيقه الكتاب هذايا ما فماش ما تفهمش بلاصه مشيت فيها وما حكيتش عليه على خاطر انا من اكثر الكتب اللي نحبهم فيه تقريبا 80-90 صفحه دونك يتقرا فاسيلمون. باغ كونتر لا موفيز نوفيل يا يوسف انه سيت زيد لايبراري اللي حكينا عليه اللي احنا قصو. قلنا قصوه يا يوسف ملا لعب نسرقوا في الكتب. قصوه يا يوسف بذكا تستاهلوا باش تشريوا الكتب. قال لك عزيز ما يقبلوا العزيز ما يقراوا كتب. تستاهلوا باش تشريوا الكتب وما كيكا حقوق المؤلف ما تمشيش. السيت هذاك للاسف اين بلو فونكسيونيل. سولا دي تنحاول في الاسبوع هذا نلقى شي حاجه سيت اخر باش نعطيوه للناس اللي يحبوا يقراوا بي دي اف. هذا لا ينفي انكم لازمكم تصرفوا شويه تشريوا كتب معناتها للوتور بيان سور. فوالا كتاب اليوم دونك ما يفوتش 60-70 صفحه وينجم يخليك تعيش احاسيس مختلفة متناقضة بين كره ومحبة دموع وفرحة. ما نعرفش اما كتاب اليوم فيه كمية متاع مشاعر يمكن صعيب انه كاتب يجمعها في عمل واحد. هي اقصوص عندها بالضبط قرن خرجت عام 1922 ولتوا الناس كيف تقراها تتاثر وتقعد تخمم. والكتاب كما قلت موجود فيلم اللي حبيت تفرج فيه. انا ما تفرجتش فيه شخصيا خاطر ما نحبش نحي التصوير المزيان نتاع الكتاب. اما سولا دي اللي مغرومين بالكتب اللي مغرومين بالافلام ينجموا يتفرجوا فيهم. الاحداث تصير في فيان. هي قصة متاع مرأة ما تقولش اسمها تبعث رسالة طويلة الكاتب دونك كاتب باش يوصلوا هكا برشا رسائل باش يلقى رسالة طويلة باش هكا تجذبوا يحب يقراها. الرسالة هذيا تحكي له في اللي عمرها ملي كان عمرها 13 سنة وقت اللي كانت تحبه حتى لآخر نهار خاطر قالت له نهار اللي باش توصلك الرسالة باش نكون أنا ما عادش موجودة معناتها باش نكون اختفيت مت صارت فيا حاجه. دونك تبعث له رساله ملي هي عمرها 13 سنه سي تان امور اللي عمرها ما حكيت له عليه. توجدت هي وياه في برشا بلايص تلاقاو في برشا اماكن لكن قعدت ديما لانكوني في حياته
معناتها يشوفها كلكو ريبريز. والحاجه المأساويه ولو انه هي بون هي محليها الكتابه محليها لكن يتعب معناتها كتابي تعب كي تقرا. الحاجه المحليها انه الا غاردي سون ام دونفونس معناتها سون ام دونفون قعدت انوسانت وقعدت تحكي على علاقتها به من عمره 13 سنه بنفسك المحبه وكالغرام alors que هي في حياته انسان مجهول ما شافها كلكو فوا وقاعده ديما تحكي على الديفيرونس بينها هي وبينه هو كاتب معروف يجي وراها الناس الكل وهي اللي قاعده ترى فيه ليديال نتاعها مانيفي فان معناتها هي فان نجم نقول اي فوالا وحكيت له دونك على الكود فود اللي عشته معاه رغم انه ما كانش مهتم بها. سنين بعد سافرت بعدت عاودت ورجعت وعشت معاه 3 ايام اشبه بالحلمه لكن ثمره الحب هذا كان صغير عمره 11 سنه عمره 11 سنه والكاتب ما عندوش علم بيه دونك الكاتب معناتها صارت اون غولاسيون بيناتهم لكن قاعد ديما بالنسبه لي سي اون غولاسيون معناتها باساجير كيما اي غولاسيون اخرى معناها قعدت هي ترى في حاجه كبيره بالنسبه لي هو حياتها الكل قالت نحضر للي كونسير اللي يحضر فيهم الكل نقرا له كتبته الكل وين ما نلقى عنوان في جورنال نمشي نشريه معناها فما اون سورت دوبسيسيون الوغ هو يرا فيها اصلا ما وصلش يذكرها وكان تبعث له في كل عيد ميلاد تبعث له ان بوكي دو فلوغ ان بوكي دو فلوغ تحطه له معناتها تبعثه له وكان ديما يرا في عيد ميلاد وعمره ما تسال شكون الشخص اللي يبعث له في البوكي دو فلوغ هذايا فهمت هنا نحب ما نعرفش تحرق لي الفان ماذا بيلي نحب نعرف في الاخر اش صار في 50 صفحه اي في 50 جيبوا لي الكتاب لا يشوقتني انا صحيح ما نعطيش كتبتي امي سيد جيبوا لي على خاطر دالني الجي والله يشوقتني ملي يشوقتك نور ولي والله والله كتب محلي والله بالحق معناتها كانت بالنسبه لي المشكله اللي كانت فقط علاقه عابره كيف ما اي امراه اخرى بحكم نسق حياته واهتمامه برشا نسي دونك ما كانش يرى فيها شخص مهم بالدرجه هذيك كانت كل عام تبعث له كما قلت ورد ابيض باش تذكروا بعيد ميلاده ولكن عام وقت اللي الى فاتي 41 سنه نتاعو لقى كان رساله اللي قاعد ما يعرفش مصدرها وما لقاش بوكي دو فلور دونك عرف المراه اني بلو اني اكزيست بلو مات مش موجوده مخيبه انك تكون نكره الحقيقه في حياه شخص يمثل حياتك الكل وتعيش على امل تذكر وكل شيء روايه تقرا بالقلب بالحق تقرا برشا مشاعر وبرشا احاسيس وقال دون اون اوتر فيزيون دو لامور ما فهمت جست تهمنا الوقت زينو بنرقوا في الليبراري في تونس موجود وقصير على الاخر وذول 8000 ولا 10000 فرانك مش قليل برشا ممتاز جدا ستيفان زفيغ ليتر دون انكونو موجود زاد فيلم ينجم يلقاوه على البلاتفورم دو ستريمينغ شكرا ليك زينو سمحنا كلينا شويه من وقتك جرت جي سي سي راك جرايرك انت جرايرك خاطرك تحب الافلام وكل شيء جرايرك انت نحكي لهم على كلكو فيلم عجبوني في جزيزي بيبر شكرا ليك يلا نحن نتقابلوا غدوة نفس التوقيت جونا ديز دوز شكرا كل الفريق أمين أبو غنجة في الأعداد نور بولابيار في الإخراج وإيمان ملكي في الإخراج الرقمي باي باي تشاو جونا ديز دوز